سلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا دائما في آي تي شو. هذا أحمد يوسف يحييكم وحلقة جديدة للإبداع التكنولوجي ولزواجات الأفكار والمعرفة الجديدة. في هذه الحلقة نتحدث حول أبحاث محلية عالمية تساعد على رفع المهارات الخاصة بنا. ماذا عن القمة السيبرية التي عقدت مؤخرا في استونيا؟ لن ننقل الحدث، ربما انتهى منذ عدة أسابيع، ولكن الذي سوف ننقله ما هي النقلة النوعية الآن في التعاونات أو في التقسيمات الدولية للأمن السيبري. ثمت معلومات جديدة لكل المشاهدين الذين يحدون مجال الأمن الرقمي والذين يتابعون أن الحرب الحالية في العالم أصبحت حرب رقمية، أو أحد أقوى الحروب الآن في العالم هي الحروب الرقمية. ضيفي قادم من هذا المؤتمر وهو خبير متخصص في عالم الأمن السيبري والمعلوماتية، دكتور عادل عبد الصادق، مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني. مرحبا بك. أهلا وسهلا. نور. أهلا وسهلا بك. عاوزين نعرف نحن كمشاهدين لآي تي شو دائما متابعين الفعاليات والأحداث وجديد العالم كله، قبل القمة السيبرية في أستونيا ما هي حكاية ألمانيا التي ترعى فيها حول العالم مؤسسة خاصة بالدفاع الإلكتروني؟ هو في الحقيقة أن هذه القمة كانت متميزة بالفعل في عدد الحضور، فقد كان الحضور مقتصرا على العاملين في مجال الأمن والدفاع. قمة استونيا. قمة استونيا. لكن أنا بكلمك إيه موضوع ألمانيا بالأساس. ألمانيا. ألمانيا هي كانت الراعي من ضمن الشركاء الرئيسيين لهذه القمة في إطار مؤتمر ميونخ للأمن، وهي مؤتمر ميونخ للأمن هي منظمة غير حكومية تعنى بقضايا الأمن والدفاع في أوروبا، ويتم عقد مؤتمر سنوي يسمى قمة ميونخ للأمن، يتم دعوة كل خبراء الأمن والدفاع في العالم لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه العالم كافة. فألمانيا لها دور كبير جدا في هذه القمة، بالإضافة أيضا إلى شركة الاتصالات الألمانية ودورها في رعاية هذه القمة، بالإضافة إلى مركز الأمن والدفاع الإلكتروني التابع لحلف الناتو في استونيا. طيب على الشاشة الآن كانت دي صورة من المؤتمر الخاص باستونيا. ده المؤتمر رقم كام اللي بيعقد؟ ده رقم المؤتمر الثالث اعتقد. عاملين اسمه القمة السيبرية، اسمه قمة الأمن السيبراني. قمة الأمن السيبراني. نعم. طيب في جديد في فلسفة هذا الموضوع، انت بتقول لي في النظر للعالم وفي النظر لتقسيمات العالم. نعم. ايه الموضوع؟ في الحقيقة ان القمة كشفت لحد كبير جدا التحديات اللي بيواجهها العالم بشكل عام، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الغربية بالتحديد، خاصة فيما يتعلق أن انعقاد هذه القمة جاء مع تطبيق الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية التي طبقت في مايو الماضي، ومن ثم كان هناك أهمية لتناقش الدول كافة داخل الاتحاد الأوروبي في محاولة لتباحث حول تطبيق هذه اللائحة وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي. أنا دايما بحب أن المعلومات تتقال قبل التصوير، تكون موجودة في التصوير، ما أحرمش المشاهد الكريم. نعم. مع ربما الضيوف في بعض الأحيان يبقوا دبلوماسيين، أنت دبلوماسي. نعم. شوية. نعم. لا، أنت قلت لي المؤتمر أو القمة دي بتشهد تقسيمة للعالم قوية. نعم. جدا، أن الغرب شايف أنه عاوز يحمي نفسه معلوماتيا ضد الشرق، فمن مقصود بالغرب ومن الشرق؟ وفهمني ايه اللي حصل في الحته دي. ما اكمل لك الكلام. ان جزء ما هو جزء من اديني على طول الهدف الاساس بذاتيه الاتحاد الاوروبي هو تطبيق اللائحه العامه لحمايه البيانات الشخصيه ضد الشركات الغربيه وضد الشركات الكبرى التي تحاول ان تستغل بيانات شخصيه للمواطنين. من ناحيه تانية، ان تدخل الروسي في الانتخابات الامريكيه ومحاوله التدخل الروسي في الانتخابات الامريكيه ومحاولة تأثير في الانتخابات الأوروبية باستخدام الهاكينج والاختراق وكذا، شعرت الدول الأوروبية بأن هناك مخاطر للدفاع عن البنية التحتية المعلوماتية لديها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، أصبح الحروب السيبرانية أصبحت تحدي كبير
يتولى الدفاع عنه حلف الناتو الذي حاول أن يوظف مركز الدفاع الإلكتروني الواقع في إستونيا في محاولة تدريب هذه الدول في مواجهة الهجمات الإلكترونية، في نقل الخبرات لهذه الدول، في تدخل حلف الناتو بتقديم خبراته في هذا الشأن. أنت قلت لي بوضوح بس قبل التصوير، خلينا ما نكونش دبلوماسيين على ساعة التصوير ونكون كده بالكلام يكون مبسط كده. هو للأسف مش قلت لي لا، القمة دي بتشهد تقسيمة ما بين الغرب والعالم، ماذا تقصد بذلك؟ انا اقصد طبعا ان وضوح كده من ضمن المحاور الرئيسيه هو حمايه الغرب وردع الاخرين. ايوه. كان المستهدف كله هو الحفاظ على الامن الالكتروني الاوروبي والغربي والدول الحليفه مع الاتحاد الاوروبي تجاه روسيا والصين والدول الصاعده في مجال الامن السيبراني. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ان هناك كان هناك تركيز شديد على ان العامل الداخلي في الامن الالكتروني هو الاقوى في مقابل التعاون الدولي مع القوى الكبرى الاخرى. بمعنى ان الاتحاد الاوروبي سيتبنى سياسات امنيه للدفاع الالكتروني ولحمايه امن بنيته التحتيه المعلوماتيه. هذه السياسات والاستراتيجيات لن تكون بالضروره مفتوحه للتعاون الدولي مع الدول الكبرى، خاصة أنهم يرون أن هذا الانفتاح وهذا الانكشاف قد يمثل ثغرة أمنية يتم اختراقها من قبل هذه الدول. يعني بتبسيط كده، هو روسيا من الدول الغربية هي والصين ولا لا؟ لا طبعا. لا طبعا. طب ما المقصود بالدول الغربية تجاه الآخر؟ ما المقصود؟ من هي الدول هنا ومن هي الدول هنا؟ الدول الغربية، دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا بشكل اكثر تحديدا تجاه زي ما قلت الدول الصاعده الاخرى في النظام الدولي زي روسيا والصين والدول الاخرى التي ترى الدول الغربيه انها تشكل تهديدا على امنها او لديها مطامع داخليه في داخل هذه الدول، خاصه بعد قضيه التدخل الروسي في الانتخابات الامريكيه. اصبح هناك مخاوف اوروبيه من تكرار هذا النموذج في الانتخابات الاوروبيه التي ستجرى في الفتره المقبله. إذا أصبح الاتحاد الأوروبي وحلفائه من الأوروبيين والأمريكان وفي إطار حلف الناتو يرون أهمية الحفاظ على الأمن السيبراني لهذه الدول في مواجهة الآخرين. طيب يعني ده جيد جدا. عاوز برضو أعرف منك، إستونيا لها خصوصية في النظرة المعلوماتية والسياسة المعلوماتية والفكر المعلوماتي، احكي لي عن إستونيا. هو في الحقيقة إستونيا هي بلد صغير جدا، يعني عدد سكانها يقل عن 2 مليون نسمة ومساحة حوالي 45 ألف كيلومتر. ميزة إستونيا في مجال المعلومات هي أو المجال الأمن الإلكتروني بالتحديد هو تطبيق عملي للمثل الذي يقال رب ضارة نافعة. ففي عام 2007 تعرضت إستونيا لهجمات إلكترونية من روسيا، وذلك احتجاجا على نقل تمثال يمجد دور الأقلية الروسية في مواجهة النازي داخل إستونيا، وهو ما أثار احتجاجات روسية داخل روسيا حول هذا العمل واحتجاجات من الأقلية الروسية التي تعيش في إستونيا. ومن ثم كان هناك هجمات إلكترونية قامت بها روسيا تجاه إستونيا في شل البنية التحتية المعلوماتية بتعطيل الحكومة الإلكترونية لديها، للدرجة اللي الحلف الناتو تدخل في التحقيق في هذه الأحداث وشكل وأسس مركز التميز للدفاع الإلكتروني داخل إستونيا في محاولة التحقيق حول هذه العمليات، وهل هذا العدوان الإلكتروني أو هذا الهجوم الإلكتروني يشكل عدوانا مسلحا أو هجوم مسلح يمكن لحلف الناتو أن يطبق المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو الذي ينص على أن تعرض دولة ما من الأعضاء إلى اعتداء يلزم كافة الدول للدفاع عنها ولا لا. ففي الحقيقة أخذت هذه الأحداث جزء كبير جدا من التطورات داخل إستونيا وداخل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير بشأن التطور في التعامل مع تعرض هذه الدول لهجمات إلكترونية من دول أخرى منافسة أو في حالة الحرب، ماذا يمكن أن يفعلوا في هذا الشأن. أيضا إستونيا تبنت برنامج متقدم جدا في الحكومة الإلكترونية. طيب نقف هنا بس، يعني معناها أن أمريكا بتلاعب روسيا معلوماتيا بإستونيا. طبعا هي خط الدفاع، لانها زي ما قلت قبل كده ان هي ان روسيا ترى هناك مطامع، لانها كانت روسيا كانت خاضعه للاتحاد السوفيتي من قبل، وهناك اللغه الروسيه هي اللغه الثانيه في الرسميه الثانيه. وما هي اللغه الاولى؟ الاستونيه. الاستونيه نعم.
فالغرب والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو يرون ان استونيا هي منصه الدفاع تجاه الاطماع الروسيه من ناحيه، ومحاوله دعم هذه الدوله الشيوعيه السابقه وبتتميز تكنولوجيا وماديا وكذا. تتميز استونيا ان هي دوله معلوماتيه تماما. تمام نعم. لدرجه انت بتقول لي ان الرئيسه الاستونيه حاليا والرئيس الاستوني اساسا كانوا اي تي مهندسين، ولديهم خطط وسياسات في اكتذاب العباقره في عالم المعلوماتيه. نعم اشرح لي. نعم بالفعل لو شفنا الصور اللي عرضها على القمه كانت الرئيسه الاستونيه الحاليه كانت اكثر نشاطا ومشاركه في فعاليات القمه، حتى الرئيس السابق ايضا شارك بفعاليه في التحدث بشان التطور في تبني تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بشان تبني الحكومه الالكترونيه، بتبني برامج جديده لجذب الخبرات والمهارات والمبتكرين من كافه دول العالم، ولعل من اهمها هو اتباع سياسه جديده لجذب الشركات العامله في البلوك تشين او سلسله الكتله او المنصه التي قلت لي ايضا ان استونيا متقدمه في العالم العملات الرقميه وبدا بالفعل في جذب مهندسين من جنوب شرق اسيا للعمل في استونيا. ومن ناحيه اخرى اطلقوا برنامج يسمى ايرزيدنس او الاقامه الافتراضيه، يكون لرجل الاعمال او المبتكر من الذي يقيم في دوله اخرى لديه الحق في ان يقدم على الحصول على الهويه الاستونيه. نعم مين دي؟ هذه الرئيسه الاستونيه حضرت المؤتمر كله. نعم كان دورها ايه في المؤتمر؟ بتتكلم في ايه هنا؟ هي اتكلمت اولا على سياسات استونيا في مجال الامن الالكتروني، في تسويق النموذج الاستوني كتجربه رائده للدول الاخرى، في محاوله فتح الفرص امام التعاون مع الدول التي تسعى الى زياده خبرتها في هذا المجال. وقلت لي ان برضه الرئيس اللي قبلها برضه كان مهندس. نعم نعم. واي تي. نعم. ايه تميز التجربه الاستونيه في المعلوماتيه وفي الاي تي؟ التميز اولا هي بالرغم ان هي كان لها نوازع وطنيه، ان نشات من 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 طبع محلي، الا اللي بيميزها اكثر ان كان هناك دعم دولي كبير في تطوير قدرات استونيا في مجال الامن الالكتروني. زي ما قلنا ان حلف الناتو وقف مع استونيا، وحتى عمل مركز متخصص على مستوى العالم، مركز التميز والدفاع الالكتروني في تالين في عاصمه استونيا، والاتحاد الاوروبي يدعمها بقوه اقتصاديا لمحاوله تميزها في ايه الاقتصادية. ده الدعم، لكن نعم. تميزها في ايه؟ تميزها في اولا في ان ده بلد لديها طموحات كبيرة جدا في التقدم في هذا المجال، ولديها نقص شديد في العمالة الماهرة من المهندسين والمبرمجين، ومن ثم في انها تبعت سياسات لجذب هؤلاء. نعم هذا رئيس شركة الاتصالات الألمانية كان في احد الجلسات يتحدث عن أهمية الأمن السيبراني في أوروبا وأهمية التعاون داخل الاتحاد الأوروبي في تبني سياسات. والجديد هنا كمان أنه هو لأول مرة تكلموا بشكل علني على وجود أهمية وجود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تبني سياسات الأمن الإلكتروني، وأن الحكومة لن تنجح بمفردها في تطبيق سياسات الأمن الإلكتروني بمعزل عن تعاون القطاع الخاص. وبعض الدول بالفعل اتجهت الى الزام القطاع الخاص للالتزام بسياسه. قلت لي ان استونيا متميزه في العملات الافتراضيه، هل في بيع وشراء لقيته في الشارع هناك بالبيتكوين او بالعملات الافتراضيه؟ لا، هو تميزهم في الفتره الحاليه هو التبني. اول حاجه المعاملات الحكوميه الالكترونيه في استونيا 100% عبر سلسله الكتله او المنصه التي يتم العمل بها العملات الرقميه، يعني سلسله الكتله او البلوك تشين منصه للتعاملات، منصه اساسيه للتعاملات الحكوميه داخل استونيا. تمام. من ناحيه ثانيه انهم جذبوا لرجال الاعمال والمبتكرين للاستثمار في هذه العملات. ثاني حاجه انهم اعترفوا بالعملات الرقميه كعمله معترف بها قانونا. هل ليهم عمله خاصه رقميه؟ لا لا، هم نفس العملات المشهوره، لكن هم جهزوا البيئه. نعم. تقصد جهزوا البيئه والتشريع والسياسات الاستثمار وجذب الاستثمار الاجنبي في هذا المجال كاحدى اولى دول العالم في كده. نعم نعم. واعتقد ان هذا نموذج رائد طبعا في تبني العملات الرقميه كاسلوب للتعامل داخل الحكومه. ايضا في حيز الحكومه الالكترونيه، ما تميز استونيا؟ تميزها ان اغلب الخدمات الحكوميه موجوده اونلاين،
موجودة أونلاين، إن المحاسبية، الضرائب، التراخيص، أغلب الخدمات الحكومية موجودة أونلاين، ومن ثم نقدر نقول إن الحكومة الإلكترونية هي موجودة بشكل متكامل، بحيث إنها تقدم الخدمات، حتى إنه عملوا سفارات في الخارج إلكترونية بدون ما يكون لهم مبنى في دول أخرى. الصينية متبنية كده. نعم. توفيرا للنفقات وتحقيقا للاستراتيجيات. نعم. نعم. ودي سياسة برضه جديدة جدا، وفرت كتير جدا من النفقات في دولة صغيرة ودولة لديها طموح خارجي، فإنها لجأت إلى إنشاء ما يسمى بالسفارات الافتراضية عبر المواقع الإلكترونية وتقديم خدمات حصول على التأشيرات. اليوم سفارة في مصر ولا ما عندكش فكرة؟ لا، في سفارة في مصر طبعا. في مصر، في مصر. وأنا صغيرة في موقع في. تمام. طيب، نعود مرة أخرى للقمة السيبرية التي عقدت في إستونيا. ملاحظاتك في الأروقة والكواليس حول جديد عالم التأمين والأمن الإلكتروني العالمي. زي ما قلنا ان الاشكالية الأساسية في القمة انهم ركزوا على حماية أمنهم فقط او بمفردهم، في معزل عن أهمية التعاون الدولي في هذا المجال. نعم، ديت سكرتير عام يعمل في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، وده وزير الدفاع الاستوني تكلم بصراحة بشكل، وده رئيس السي اي اي السابق باتريوس، مؤتمر هام جدا. لا، كل اغلب الموجود هناك كان قيادات امنية وتنفيذيين، يعني مارسوا بالفعل العمل الامني والدفاعي، مقارنة بمشاركة العاملين في الاي تي. فكان التركيز اكتر على صنع السياسات، صنع السياسات في مجال الحماية والدفاع داخل هذه الدول. اعتقد ايضا ان استونيا كدولة رائدة في هذا المجال يمكن ان تقدم لنا خبرات كبيرة جدا في مجال الحكومة الالكترونية، في موضوع التشفير، في موضوع تبني البلوكتشين، في جذب الاستثمار الاجنبي في هذا المجال. يعني اعتقد ان استونيا عملت على تعديل تشريعاتها وقوانينها لجذب الاستثمار الاجنبي في مجال الاي تي بشكل عام، وخاصة في مجال الحكومة الالكترونية وخدماتها، او في حتى في مجال الامن السيبراني والعملات الافتراضية. اعتقد ايضا ان استونيا تقدم للعالم خبرة او نموذج للدولة التي لديها عدد قليل جدا من السكان، ولكن لديها قدرة كبيرة جدا على التأثير الاوسع والاكشمل وتحقيق نمو اقتصادي اعلى، بغض النظر عن امتلاكها موارد طبيعية من عدمه. ألا تجد أن هناك ثمة مبالغة في خطورة الحروب الإلكترونية أو الرقمية على العالم، وأنها مهلكة وأنها هي الحرب الحقيقية الآن على مستوى العالم؟ أعتقد أن العالم الآن يشهد مرحلة التحول من الحرب التقليدية إلى الحرب الافتراضية أو الحرب السيبرانية، على الرغم من أن أرى أن الحرب السيبرانية كموديم أو كوسيط وحيد لن يصل له العالم إلا بعد فترة قصيرة جدا وليس الآن. بمعنى أن الحروب التقليدية التي ظهرت، مثلا الحرب الجورجية الروسية في 2008 أو الخلاف بين استونيا وروسيا، تم استخدام الحرب التقليدية بالإضافة إلى الحرب السيبرانية. العالم بقى سيتجه الى الحرب السيبرانية فقط في فترة وجيزة جدا، وهذا ما اشارت اليه القمة، في فترة وجيزة جدا ربما خلال 10 سنوات القادمة، وهو ما دعا تبقى حرب عالمية ثالثة. يعني للدرجة دي؟ لا، هي مش تبقى ولا حروب صغيرة؟ هتبقى حروب صغيرة مرتبطة بالتنازع او الخلاف في المصالح بين الدول الكبرى وبعضها البعض. والعلي هنا اشير الى ما يعرف بدليل تالين. دليل تالين ده هو ما خلاصة التي خلاصة التحقيقات التي أجراها مركز التميز للدفاع الإلكتروني في تالين للتعامل بشأن الهجمات. دليل تالين هو أو سايبر نورمز، بيركز على كيفية تعامل الدول بشكل كمان قانوني، يعني التحول بشأن التعامل القانوني الدولي مع الهجمات الإلكترونية، هل يتم اعتبارها هجوم مسلح ولا لا. فدليل تالين بيقدم فرص تطبيق على هذه الهجمات ومحاولة إدماجها فيما يعرف بحماية ما الذي تم الاتفاق عليه ان هي تبقى جريمة عادية او اعلان حرب؟ ايه التعريفات اللي تم الاتفاق عليها؟
هو في الحقيقه كان هناك جدل كبير جدا في الموضوع، لان زي ما نعرف جميعا ان ده موضوع شائك وحديث، وهناك يعني اختلاف وجهات النظر. حتى من احد رواد القانون الدولي مايكل شميت كان موجود في القمه، وهو اتكلم على فكره تطبيق القانون الدولي على الهجمات السبرانيه. وحتى انا عملت مداخله حوالين ازاي ان احنا نقدر نسيطر على السايبر ويبونز او الاسلحه الافتراضيه او الالكترونيه، ونحطها في اطار اتفاقيات الحد من التسلح زي ما عمل المجتمع الدولي مع الاسلحه الاخرى المضره بامن المجتمع الدولي. ففي الحقيقه كان هناك تخوف اوروبي او غربي بالدخول او الموافقه على هذه الاتفاقات، لانهم يرون بصراحه شديده ان الدول الاخرى تقدمت في هذا الشان، روسيا والصين، وان اخضاع هذه الدول لاتفاقيات ربما سيحد من قدرتها اولا على التطور الذي الذي تاخر كثيرا ارى عن الدول الاخرى روسيا والصين، وانه سيعمل على كشف قدرتها في هذا المجال الدولي. ما المقصود بالاسلحه الالكترونيه؟ الاسلحه الالكترونيه ببساطه شديده هو استخدام او توظيف القدرات الجديده التي يتيحها الفضاء الالكتروني، سواء فيروسات سواء في شكل اختراقات هاكينج، للتاثير على البنية التحتية المعلوماتية للخصم او لشن الحروب النفسية او بسرقة المعلومات او بتدمير البنية التحتية وهكذا. فالسلاح هو سلاح افتراضي، ولكن ربما يؤثر على تدمير شديد جدا للبنية التحتية المعلوماتية، وسيكون لها تأثيرات مادية فيما بعد. كما نعلم جميعا حتى في استونيا عندما هاجمت حصل اختراق روسي للموقع الحكومة الالكترونية الاستونية، حصل هناك اختناق في الحصول على هذه الخدمات، وحصل هناك ازدحام شديد، وحصل هناك قتلى ووفيات. إذن عمل سيبراني أدى إلى تأثير مادي. هل تم التطرق في القمة أيضا لما هو أخطر من ذلك، وهو ما يشن على الديب ويب وما يحضر في الإنترنت العميقة؟ في الحقيقه ده كان تساؤل شديد جدا، وانا اتكلمت في الحقيقه في الموضوع ده، قلت لهم يا جماعه لو احنا نجحنا بالفعل، التحدي الاساسي لو احنا نجحنا ان احنا ننظم الفضاء الالكتروني ونعزز دفاعاتنا الالكترونيه ضد الاخطار، ماذا نحن فاعلون تجاه الديب ويب؟ في الحقيقه ده اشكاليه كبيره جدا، لان كما نعرف جميعا ان الانترنت الموجود حاليا هو لا يشكل الا 4% من حجم الانترنت بشكل كامل، وان الديب ويب هو الان اصبح ملاذ امن للتحالفات ما بين الجماعات الارهابيه والجريمه المنظمه وتجاره الاسلحه وتجاره المخدرات وما شابه ذلك، وصعب السيطره عليه لانه اصبح يقع تحت سيطره شركات متعدده الجنسيات وجرائم والجريمه واصحاب الجريمه المنظمه في دول العالم المختلفه. طيب فيما يخص اعلان الرئيس الامريكي ترامب عن تاسيس قوه فضائيه من الفضاء، هل تتم التطرق علاقه السايبر سبيس او الفضاء السايبري مع الفضاء الحقيقي؟ لا، في اعتقد ان هذا الشان تم تناوله في جلسات متخصصه، خاصه ان المؤتمر شمل مؤتمر يجمع رؤساء اجهزه الاستخبارات في عدد من الدول، وكانت هذه الجلسات مغلقه. اعتقد ان هذا التطور الكبير هو يدركه كافه العالم، خاصه عندما نعلم ان هناك تداخل شديد جدا بين الامن السيبراني على الارض وبين الامن الفضائي، بمعنى ان جزء كبير من الخدمات الالكترونيه يتم اعتماد عليها من الاقمار الصناعيه، وهناك تحول كمان قادم هو تقديم خدمه الانترنت عبر الاقمار الصناعيه، وهو ما سيعمل على التحول من السيطره على الشبكات التي تقدم خدمه الانترنت والتي تسيطر عليها الحكومات الى تقديم خدمه مجانيه ربما من الفضاء الخارجي لهذه الدول. واطلقت بعض الشركات مثل الفيسبوك اطلق مشروع لدعم وصول الانترنت الى افريقيا، والتي يتم تسويقها على انها عمل انساني، ولكن في الحقيقه هو عمل تجاري وعمل امني في المستقبل ربما سيؤثر على هذه الدول في مجال التنميه الاقتصاديه، في مجال الاستقرار، في مجال الامن والدفاع. اخيرا يعني ما هي الخلاصات التي يمكن ان نستفيد منها في هذه القمه السيبرية التي اتت بالجديد شخصيا حتى بالنسبه لك كمتخصص في هذا المجال؟ اولا بالنسبه للحكومه يجب ان يكون هناك تعاون مثمر، وليس فقط بشكل سياسات، لا، هناك قوانين ملزم تلزم القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومه في تنفيذ السياسات الوطنيه للامن للمعلومات داخل المؤسسات الوطنيه. يجب ان يكون هناك تخصيص لميزانيات كبيره او معقوله للتدريب على ما هو جديد في مجال الامن والدفاع. اعتقد ايضا انه يجب ان ندخل في مجال الصناعات التكنولوجيه، فلن نستطيع ان نصنع السوفت وير او الهاردوير، لن نستطيع ان نحمي امننا بشكل كامل. ومن ثم اعتقد ان الدوله الان اصبحت مدفوعه باهميه الاستثمار في التصنيع التكنولوجي
كسبيل لتحقيق الأمن الإلكتروني بشكل كبير. أعتقد أيضا أن التعليم يجب أن يكون هناك اهتمام بمجال الأمن السيبراني داخل الجامعات المصرية، الاهتمام بالخريجين وإدماجهم في سوق العمل، ربط هؤلاء الخريجين بجذب الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعات التكنولوجية. أعتقد أيضا أنه يجب أن يكون هناك دور كبير جدا من المجتمع المدني في التوعية بمخاطر هذه التكنولوجيا والرأي العام وتنويره بفرص أن يشارك بشكل إيجابي في انتهاز هذه الفرصة ليتمكن من تجاوز هذا التحدي. شكرا جزيلا على هذا التحليل الجميل للقمة السيبرية التي عقدت مؤخرا في استونيا، القمة العالمية بمشاركة مسؤولين مؤثرين من كل الدول الغربية في أجهزة متخصصة في هذا الصدد. نورتني. شكرا. شكرا جزيلا مشاهدينا، كانت وكان هذا هو الحوار الخاص بالكواليس المعرفية الخاصة بقمة استونيا، والتي جاءنا منها الدكتور عبد العبد الصادق وهو مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، في تحليل جميل لما تم. نذهب لفاصل مشاهدينا، بعد الفاصل مباشرة قصص جديدة وكتاب جديد تم طرحه بالأمس فقط عن مستقبل الشبكات الاجتماعية، كيف ستؤثر في الصحة والتعليم وحياتنا. الجديد دائما في آي تي شو، بعد الفاصل.